مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. I'm glad to see you all here virtually. بس طلبين صغار قبل ما نبلش ويبينار اليوم مثل العادة، القدامى وللجدد أهلا وسهلا فيكم. بس بليز إذا في مجال to write down your names in the chat box and to fill the survey at the end. بنهاية الويبينار you will receive a survey link، فبتمنى انه to fill the survey at the end and to send your names to the chat box please، كرمال ال certificates يكونوا well sent. ونحن بنعتذر على الإطالة، ولكن we are waiting for our speaker to join. دكتور إدغار أبوات بانتظار دخوله معنا، ومجرد ما يصير معنا أونلاين بنبتدي الويبينار يلي صار عنوانه عندكم وموضوعه معروف. بس بانتظار دخوله لنعمل المقدمة الاعتيادية ونبلش بالويبينار. ويعطيكم ألف عافية ونتشكركم على صبركم. ألو، أهلا وسهلا دكتور إدغار، يعطيك العافية. مرحبا، يا هلا، كيف صحتك؟ أهلا عصام، إيش الحال؟ تمام. أوكي، بعتذر، أنا يعني صار في معي مشكلة تقنية، مشان هيك ما قدرت. بعتذر. عم تسمعوني منيح؟ يس، الكل سامعك و we are live now. أوكي اوكي يعطيك اوكي العافية. اوكي ثانك يو. بس لأتأكد انه هول الصفحات بيمشوا، اذا بدي اقلب الصفحة. اوكي اوكي بدي اعمل لكم شير دوكيمنت، ما هيك دكتور بالاول؟ احنا رح نعمل شير دوكيمنت. اوكي، تمام بيرفكت. اوكي، فاذا انتم فيكم تقلبوا الصفحات، ما في مشكلة، أنا راح أتابع عندهم. اوكي. أوكي، ثانك يو. راح بلش. فإذا أول شيء أهلا وسهلا فيكم جميعا، أنا بشكركم لأنكم جيتوا اليوم. رح أحاول اليوم إني أعطي هيك لمحة سريعة عن المجلس الدستوري، عن وظائفه، عن دوره، عن بعض الاجتهادات الأساسية اللي موجودة فيه، يعني اللي صدرت عنه بشكل أساسي. خلينا نبلش أول شيء، ونقول قبل ما نبلش بالأوتلاين تبعه، خلينا نبلش أول شيء نقول إنه ليش في مجلس دستوري عادة؟ أوكي، شو هي وظيفة المجلس الدستوري؟ أول شيء لازم نعرف إنه المجلس الدستوري، أو خلينا نقول في مدرستين، في مدرسة بتعتبر انه ما في لزوم يكون في مجلس دستوري. ليش؟ لانه بيعتبروا انه مجلس النواب هو سيد نفسه، وبالتالي لا يجوز انه يكون في سلطه تشريعيه منتخبه مباشره من الشعب، يكون في سلطه تعلوها وتراقب اعمالها. اوكي، هذا هو المبدا العام. في مجموعه كثير كبيره من الدول تعتبر انه لا يجوز انه نخضع نحن السلطه التشريعيه لسلطة قضائية معينة. يعني بالنهاية عندكم أنتم سلطة سياسية منتخبة، وبالتالي عندها مشروعية مطلقة بوجه سلطة قضائية معينة، وبالتالي لا يجوز أن يكون في سلطة قضائية تعلو السلطة التشريعية. وهذا ما سموه، تعرفوا أنتم سامعين كلمة حكومة القضاة، غوفرنمون دي جوج.
شو معناتها هيدي؟ هيدي معناتها انه ما بيجوز يكون في سلطه قضائيه تعلو السلطه التشريعيه. اوكي؟ هيدي اذا بدكم هي النزعه اللي بينت بعد الثوره الفرنسيه عام 1789، اللي كانت تعتبر انه يجب نزع السلطه القضائيه والتنفيذيه والتشريعيه من شخص الملك واعطائها الى الشعب. طبعا وقت نقول الشعب بنقول السلطه التشريعيه، الشعب يعني السلطه التشريعيه المنتخبه من الشعب. وبقينا بهذا المنوال لفتره طويله لحد ما وصلنا تقريبا، عم نحكي بفرنسا بالاول، بالجمهوريه الرابعه بلش ينحكى اذا بدكم عن شيء اسمه لو كوميتي كونستيتيسيونيل. هذا شو كان؟ هو فكر، هي اذا بدكم مثل الشكل من اشكال المجلس الدستوري، الا انه ما يعني بعد ما كانت الذهنيات الفرنسيه اذا بدكم يعني مقتنعه بهذه الفكره وعطلوا وما مشي لحد ما وصلنا على الجمهوريه الخامسه بعام 1958. شارل دوغول انشا المجلس الدستوري وبلش يلعب دوره بشكل مكتمل. يعني خلال الثوره الفرنسيه عندكم بس لابيس دياس، هذا كان اسمه الوحيد اللي طرح الفكره، ولكن رفضت بشكل كثير مباشر وارادوا انه ما يكفوا فيها. اوكي؟ طب هيدا بس لكم انه في مدرستين، مدرسه بتشجع المجلس الدستوري كسلطه قضائيه لمراقبه ولكبح طموحات السلطه التشريعيه، وعلى راسها نحكي عن هيلز كيلتون، نحكي فيدال، العميد فيدال وعميد جامعه بوردو. شو كان يقول؟ كان يقول السلطة التشريعية سيدة شرط، أو إرادة النواب أو إرادة السلطة التشريعية سيدة على شرط أن تحتكم لأحكام الدستور. يعني مش مظبوط اللي بيقول إنه السلطة التشريعية فيها تشرع مثل ما بدها وبدون ضوابط، لا، هي صحيح بتمثل إرادة الشعب، ولكن يجب أن تكون مضبوطة إذا بدكم من قبل السلطة القضائية أو المجلس الدستوري. فإذا هذه هي المدرستين الأساسيتين بالأول. هلأ نحن اليوم رح نفوت شوي بموضوع لبنان. أوكي؟ لنفوت شوي بموضوع لبنان في عدة نقاط رح نجرب اليوم نستعرض النقاط الأساسية تبع المجلس الدستوري. أوكي؟ منبلش أول شيء الانشاء المجلس الدستوري، خلينا نبلش بهيدي النقطة أول شيء، أوكي؟ رح نحكي بقضية الإنشاء، رح نحكي عن الأعضاء، كيف منعينهم، كيف نختارهم، شو هن شروط العضوية، رئيس المجلس كيف بيتم اختياره؟ هل هو بالتعيين أو بالانتخاب؟ رح نشوف إنه بفرنسا مثلاً في فرق بين فرنسا ولبنان على بهالنقطة بالذات. شو هو مكتب المجلس؟ الهيئة العامة شو معناتها؟ استقلالية والحصانة، هنشوف انه الاستقلالية كثير مهمة والحصانة كثير مهمة، مش بس بلبنان، بغير دول. هون رح نحكي شوي عن امريكا لتقدروا تقارنوا شوي. عدم جواز اقالة عضو مجلس دستوري او تجديد ولايتهم، هون كمان نقطة كثير مهمة رح نحكيها، رح نقارن شوي مع امريكا، رح نشوف قديش هذه القضية مهمة. بعدين رح نحكي عن مهامه او وظائف المجلس الدستوري اللي هي مهمه كثير كمان. في عندكم طبعا الرقابه على دستوريه القوانين، هذا شيء اساسي. رح نحكي عن الاليات، كيف بتصير هذه العمليه، مفعول المراجعه شو بيصير، ورح نحكي عن الصلاحيه الثانيه اللي هي البت بالتعود الانتخابيه والرئاسيه. يعني انا اليوم صار في انتخابات مجلس نواب، شو الآلية اللي بيعتمدها؟ هل في قطعة بالانتخابات أو لا؟ طيب انتخبنا رئيس جمهورية، طيب هذا رئيس الجمهورية إذا صار في إشكال بكرة بعملية الانتخاب، بين العملية الانتخابية، هل في صلاحية للمجلس الدستوري أو ما في صلاحية؟ لا، تفوت بعدين على مفعول هالقرار اللي بيصدر عن المجلس الدستوري. رح نشوف شوي شو هن، شو الطبيعة القانونية لهالقرارات، لأنه مثل ما بتعرفوا في قرارات نهائية وفي قرارات تمهيدية. يعني طبعا كل قرار عنده مفعول معين. أوكي؟ أوكي، دقيقة، عم بيقولوا لي إنه بدكم تشوفوني أون كاميرا، بس حطيت لي هون يو كانوت ستارت يور فيديو بيكوز ذا هوست هاز ستوبت إت. سو يو نيد تو ألو مي تو، يعني لازم تسمح
حولي افتح الكاميرا، انا مش عم بقدر. طلبته مني افتح الكاميرا، ما عندي مشكلة بس. اوكي، عم تسمعوني او لا؟ تسمعوني؟ الكاميرا ما بعرف ليش ما عم تاخذ. ما بعدك you still heard. بعد صوتي مش منيح بعد؟ بلا بلا مسموع. مسموع، بس الكاميرا ما عم بقدر افتحها، ما بعرف ليش عم بيحط لي انه انتوا لازم تسمحوا لي، انتوا لازم تسمحوا لي. ايه اذا هيدي هي مش الحال. حطت لي انه you cannot start the video because the host stopped it. Okay, so you need to do it. Okay. Okay, في رح كفي فأزان. بعدين بدنا نحكي شوي عن بعض الاجتهادات الأساسية اللي إذا بدكم طرقت بالمجلس الدستوري اللبناني. أوكي، رح نحكي شوي عن الطبيعة القانونية تبعيته، شو هن المبادئ الأساسية اللي ارتكز عليها القاضي الدستوري بلبنان بعدة مواضيع أساسية، ورح نحكي آخر شيء واللي هي أهم شيء أنا برأيي، هي القراءة النقدية لموضوع المجلس الدستوري، انه هل يجب ان يكون هناك اعاده نظر بهذا القانون او لا؟ هون نقطه كثير مهمه، لانه اشتغلنا كثير على مشاريع قوانين ترمي الى تحديث المجلس الدستوري وعلى توسيع صلاحياته، اكيد نرجع يعني فينا نحكي فيها كمان في الوقت المناسب. فاذا هلا هنبلش معكم بالنقطة الأولى اللي هي المجلس الدستوري اللبناني بالقانون. أوكي، أول شيء إنشاء المجلس الدستوري، خلينا نبلش من هون. شو هو هالمجلس الدستوري إذا بدنا نعطيه نحن تعريف قانوني؟ أوكي، بكل بساطة كل كلمة لها أهميتها، هي هيئة دستورية مستقلة. أوكي، بس لكن عندها ذات صفة قضائية. ليش مستقلة؟ مستقلة أول شيء مستقلة عن السلطة القضائية، عن الجسم القضائي ككل، يعني منا جزء من وزارة العدل، هذا أول شيء، وطبعا مستقلة عن السلطات السياسية، وهلأ بنحكي كيف يعني مستقلة عن السلطات السياسية. تنحصر مهامه للمجلس الدستوري على مراقبة دستورية القوانين، أوكي، هذا أول شيء، وبالنظر في الطعون الناشئة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية. هون لازم ننتبه كثير منيح، نحن هون مش عم نحكي عن الانتخابات البلدية. الانتخابات البلدية من صلاحيات مجلس شورى الدولة، الانتخابات النيابية والرئاسية من صلاحية المجلس الدستوري. هذه نقطة مهمة لأنه بصير في كتير أغلاط حول هذا الموضوع. عظيم. هلأ شكل المجلس الدستوري خطوة تشريعية مهمة كتير عندنا بلبنان. ليش؟ لأنه قبل سنة 1993، هو يعني لو بتعرفوا انتم المجلس الدستوري انشئ بموجب القانون رقم 250 على 93. قبل كان مجلس النواب هو اللي ينظر بالطعون اللي تقدمت فيما يتعلق، طبعا عم بحكي عن انتخاب اعضاء مجلس النواب، وبالتالي ما في لزوم لكم قديش انه ما في شفافيه ابدا وما في استقلاليه ابدا وما في ابدا امكانيه الواحد يطلع بنتيجه ايجابيه. فمشان هيك ب 93 وقت صار عندنا نحن مجلس دستوري، طبعا كانت خطوه نوعيه بالنسبه لعنا بلبنان. نفس الشيء بفرنسا، يعني بفرنسا لا صار عنده مجلس دستوري ل 58. اوكي، قبل هذه المرحله ما كان في بعد سلطه قضائيه هي اللي بتنظر بهذا النوع من اذا بدكم المراجعات القضائيه. هلا الغايه من انشاء المجلس الدستوري كانت بشكل اساسي انه نقدر نفتر الدستور كمان. فاذا هون نقطه كثير مهمه، بدنا نميز بين وثيقه الوفاء الوطني من جهه، وبين من جهه ثانيه تعديلات الطائف بال90. اذا بنطلع نحن بوثيقه الوفاء الوطني بنلاحظ انه كان في ثلاث صلاحيات وليس صلاحيتين، انعطى ثلاث صلاحيات مش اثنين. شو كانت الصلاحيات الثلاثه؟ طبعا اللي معروفين هلا، يعني شو هن اتفقوا بالطائف؟ انشاوا المجلس الدستوري وقالوا هول هن صلاحياته، واحد مراقبه دستوريه القوانين، اثنين البت بالنزاعات الانتخابيه التشريعيه والرئاسيه، وثلاثه تفسير الدستور بمعرض مراجعه مباشره
من السلطات العامة. وهيدي بالاتفاق الطائف. وقت جينا على التعديلات بال90 النواب ارتقوا انه هالصلاحية الثالثة، يعني تفسير الدستور بموجب مراجعة مباشرة، هيدي الصلاحية الثالثة ما بدنا نعتمدها، لأنه هون عم نعطي صلاحيات كتير كبيرة لمجلس النواب على حساب برضو على السلطة، يعني لا مجلس الدستور على حساب مجلس النواب. وبالتالي كانت الخطيئة الكبرى انه ما اعتمدوا هذا الشيء. الدليل ليكو اليوم من بعد كل استحقاق او قبل كل استحقاق دستوري بيطلع لكم 15 واحد بينظروا بالدستور، وكل واحد بده يعطي تفسير بيناسبه الاحكام الدستوريه. بينما لو هالصلاحيه اقرت بسنه 1990 كان فينا نحن وفقا لآليه معينه كان ممكن لهالسلطات العامه انه هي تلجأ مباشره للمجلس الدستوري وتعمل مراجعه تفسيرية لنص دستوري يعتريه الغموض. طيب نوصل لموضوع أعضاء المجلس الدستوري، تعيين الأعضاء. هيدي إشكالية كتير كبيرة. ليش؟ لأنه أول شغلة رح تقولوا لي إياها، وأكيد هلأ وقت ما نحكي بدكم تسألوني سؤال رح تقولوا لي إنه طيب ما وين عم نحكي ونطلع وننزل. طبعا نحن المشكلة بالأساس، هل بيجوز انه المجلس الدستوري يكون معين للسلطه السياسيه؟ رح جاوبكم على هذا السؤال ورح اقول لكم شغلتين، بس بعد ما استعرض النص بالاول. كيف بيصير انشاء المجلس الدستوري؟ عظيم. يتالف المجلس الدستوري عاده من 10 اعضاء. كيف في 10 عندنا بلبنان؟ في 5 ينتخبوا بمجلس النواب بالاكثريه المطلقه من عدد الاعضاء اللي هن بيشكلوا مجلس نواب، اوكي؟ وبالأكثرية النسبية من أصوات المقترعين في الدورة الثانية، أوكي؟ يعني أغلبية مطلقة من أعضاء المجلس، يعني النص زائد واحد بالدورة الأولى. بالدورة الثانية قد ما يكون في لنقول إكس عدد اقتراع، الأغلبية النسبية بيناتهم خلصنا هالقد هينة. بمجلس الوزراء الثلثين من الحكومة، أوكي؟ هيدا إذا بدكم اللي المعيار المعتمد. طيب عظيم. هلا لازم نعرف كمان انه شوفوا مثلا طلعوا بامريكا، بتشوفوا انه بامريكا عندكم السوبريم كورت اللي هي بمثابه المجلس الدستوري مؤلفه من 9 اشخاص. شو؟ ايه فاذا ايه فاذا 9 اعضاء. فاذا بامريكا النقطه هونيك انه يعين تعيين من قبل رئيس الجمهورية ويعين لمدى الحياة. ليش؟ لأنه بيعتبروا هناك أنه المجلس، خلينا نقول السوبريم كورت، يعتبروا أنه هدول ما فينا نقدر، ما بيقدر الرئيس، صحيح هو عينهم ولكن ما بيقدر يشيلهم بقى. ليش؟ لما يتأثر، يعني لبكرة إذا القاضي أخذ قرار معين ما بيقدر اللي عينه اللي هو رئيس الجمهورية يقيله، ما له حق. فإذا يعين لمدى الحياة. هيدي بامريكا. طبعا هلا امتى بتتبلش؟ خلينا نقول بس هون، فاذا هون رح تيجوا تقولوا لي هون بنفوت على المشكل الاساسي. طيب مش ممكن انه يكون في استقلاليه ونزاهه. الجواب هو التالي: بكل دول العالم المجالس الدستوريه تعين من قبل السلطات السياسيه كلها ومن دون استثناء. هلا في منا بتفوت شوي السلطات القضائيه، شوي تعطي دور للنقابه المحامين في التعيين وكذا، بس بشكل عام الدور، يعني خلينا نقول دور السلطات العامه السياسيه اساسي بهذا الموضوع، كثير مهم. هلا في مقوله كثير مهمه لليون دوغي اذا سامعين فيه، هو دستور مهم كثير، لعب دور كثير مهم بفرنسا خلال الجمهوريه الثالثه، يعني عم بحكي من 1875 ل 1940 تقريبا. كان يقول انه قيمه المؤسسات من قيمه العاملين فيها، بالفرنساوي les institutions valent ce que valent leurs hommes. شو يعني؟ يعني انه بالنهايه ما نروح ننبش دائما على آلية التعيين لنقدر نحن نقول اذا كنا والله في امنا النزاهه المطلوبه او لا. النزاهة المطلوبة لا يمكن أن نجدها إلا في قيمة الرجال الذين يتولون هذه المهام وهذه المناصب. فإذا هذا هو الجواب الأساسي، أنه أنا ما في ومش لازم أصلا عين ناس بالمجلس الدستوري
ما عندهم النزاهة المطلقة، أوكي؟ وهون كلكم بتتذكروا روبير بادانتير، ما في لزوم ذكركم، أكيد أنتم سامعين في روبير بادانتير اللي هو كان رئيس المجلس الدستوري بفرنسا على أيام فرانسوا ميتيران، واللي كان هو يعني عم نحكي بالثمانينات، واللي كان فإذا كان رئيس المجلس الدستوري إذا ماني غلطان بال 86، وكان وزير عدل بال 81 وقت اللي انتخب فرانسوا ميتيران بفرنسا، وقت اللي ألغى عقوبة الإعدام بفرنسا. شو بيقول له لرئيسه اللي هو عينه؟ بيقول له بالحرف الواحد انه ما تستنظر مني، لانه انت عينتني، ما تستنظر مني انه انا اجي مشي لك امورك، انا موجود هون في اهميه في بي 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 يعني في عندي مهام انا موكل فيها وعلي ان اقوم بتنفيذها بكل امانه، اوكي؟ هذه النقطه كمان لازم ناخذها بعين الاعتبار. طيب بالنسبة لاختيار الأعضاء، هلا الأعضاء بيتم كيف بيتم اختيار الأعضاء وفقا للقانون اللبناني؟ طبعا هلا هيدي كمان بدها استحداث أو تحديث، خلينا نقول، ولكن رح نقول لكم شو هي. هي قضاة الشرف اللي مارسوا القضاء العدلي والإداري والمالي لمدة 25 سنة، يعني بده يكون عنده خبره هيدا القاضي 25 سنه بالسلك القضائي. نفس الشيء لاساتذه التعليم العالي، يعني اساتذه الجامعات اللي مارسوا او اللي علموا ماده من مواد القانون او العلوم السياسيه والاداريه كمان 25 سنه. نفس الشيء للمحامين اللي مارسوا مهنه المحاماه 25 سنه على الاقل. اوكي؟ طيب هلا شروط العضويه هيدي بتشوفوها بكل يعني المهن تقريبا، لا سيما عند المحامين كمان، انه يكون العضو اللبناني من 10 سنين على الاقل ومتمتع بكل حقوقه المدنيه ومنه محكوم عليه باي جنايه او جنحه شائنه، ويزيد عمره هون يعني بده يكون عمره بين ال 50 سنه وال 40 سنه، انه ما لازم يكون اكثر من هيك. طيب نقطه هون مهمه بالنسبة للآلية، يعني نحن هلا عظيم فتنا انتخبنا يعني مجلس النواب عين بالأغلبية المطلوبة 5 أعضاء، مجلس النواب فإذا انتخب، مجلس الوزراء عين، صار عندنا 10 أعضاء. شو بيصير؟ رئيس الجمهورية بيدعيهم لهالقضاة كرمال لا يطلعوا على القصر الجمهوري ويحلفوا اليمين. حلفنا يمين بالقصر الجمهوري، بيرجعوا بيجتمعوا بالمجلس الدستوري كرمال لينتخبوا الرئيس وينتخبوا نائب الرئيس وينتخبوا الاعضاء. وهون فرق اساسي بين لبنان وفرنسا. بفرنسا رئيس الجمهوريه هو اللي بيعين رئيس المجلس الدستوري، بلبنان لا، مثل ما قلنا هون بيصير في انتخابات، الاعضاء بدهم ينتخبوا واللي بياخذ يعني بيربح يعني اللي بياخذ اصوات اكثر هو اللي يعين رئيس للمجلس الدستوري. نفس الشيء لنائب الرئيس بالانتخاب بيصير. اوكي؟ هلا هون عندنا مشكله بتصير عندنا بلبنان كثير كثير اوقات. في نص بالقانون انشاء المجلس الدستوري بيقول انه وقت اللي بتنت اول شيء نحن اتفقنا انه الولايه هي 6 سنين، اوكي؟ هي 6 سنين. طيب السؤال اذا انتهت هال6 سنين شو بيصير بهيك حاله؟ هل هالاعضاء لازم يفلوا على بيوتهم او هن مجبورين يكفوا بالمهام الموكله اليهم الى حين انتخاب اذا بدكم الاعضاء الجدد؟ لانه ما ننسى نحن عندنا مجلس نواب من جهه ومجلس وزراء من جهه، ومش دائما بيصير في اتفاق ومش دائما بتصير العمليه. لو عندنا سوابق كثير بلبنان بعطيكم مثالين سريعين، المجلس الدستوري السابق مش هيدا اللي قبله برئاسه الرئيس عصام سليمان مثلا، انتهت ولايتهم هن الاساسيه يعني ال6 سنين انتهت ب 5/6/2015، بقيوا عم بيمارسوا المهنه يعني عم بيمارسوا العمل لحد 23/8/2019. تخيلوا كل هالسنين وهن عم بيمارسوا، ليه؟ لانه ما قدروا عينوا اعضاء جدد بدالهم، لانه في خلاف بين مجلس النواب ومجلس الوزراء. اذا بنرجع لورا اكثر كمان، المجلس الدستوري السابق يعني قبل ولايه الرئيس سليمان كمان
من 2003، تخيلوا من 2003 كان برئاسة الرئيس أمين نطار. أوكي، انتهت ولايته ولم يعني انتهت ولايته بال 2005 تقريبا، من 2005 ل 2009 ها ما جلسوا، وبالتالي ما كان في مجلس دستوري. شوفوا قديش خطرة هيدي الشغلة. مشان هيك صار في نص في المجلس الدستوري بيلزم الأعضاء إنه يبقوا بمكانه ويمارسوا العمل ويعطوا من جهدهم كرمال لنقدر يعني كرمال لتضل المرفق، هذا المرفق قائم ويضل يقدر يشتغل بشكل طبيعي. هلا شو هو مكتب المجلس والهيئة العامة؟ أكيد مكتب المجلس من اسمه، يعني هو شغلته إذا بدكم هو السهر على حسن سير العمل في المجلس، وهو اللي بيرعى شؤون الموظفين، وهو اللي بيعمل بيقوم بإعداد موازنة المجلس، لأنه مثل ما بتعرفوا المجلس الدستوري عنده موازنة وعنده موظفين وعنده إدارة، وبالتالي بدك مكتبكم مكتب يقدر يدير هيدا المجلس، وبالتالي مكتب المجلس هو اللي بيعمل هالشيء، ومثل ما قلنا هو اللي بيتم تعيينه مباشرة بعد الانتخابات اللي انتخبنا بموجبها الرئيس ونائب الرئيس. الهيئة العامة شو هي؟ هي كل الأعضاء اللي بيشكلوا المجلس الدستوري واللي بيترأسهم رئيس المجلس. هون كيف السلطة التشريعية بتقر الموازنة اللي بتعدها الحكومة؟ هون نفس الشيء، الهيئة العامة بتقر الموازنة اللي بتقوم بإعدادها اللي بيقوم بإعدادها مكتب المجلس، يعني اعملوها هيك بتصير أهين عليكم، وهو اللي بيقوم بتعديل أيضا النظام الداخلي كمان. عظيم. شو هي هلا الاستقلالية والحصانة؟ طيب أوكي، على يعني هيدي شغلة كثير مهمة، لأنه يعني بتعرفوا طبيعي إنه أنا اليوم وقت لي سلطة سياسية عم بتعين سلطة قضائية، الخطر بيصير إنه إذا وخصوصا السلطة القضائية دورة مراقبة السلطة السياسية، إذا انعمل قرار من قبل السلطة القضائية، صدر قرار عن السلطة القضائية يتعرض مع إرادة هذه السلطة السياسية، شو بيؤدي هالشيء؟ مباشرة بيصير في إمكانية للسلطة السياسية إنه تقيل هذه السلطة القضائية، وهذا الشيء اللي ما لازم يصير. مشان هيك أصر المشترع اللبناني على إنه يحط كثير ضوابط على هالموضوع ويعطي استقلالية كثير كبيرة وحصانة كثير كبيرة للقضاة بالمجلس الدستوري. أول شيء نحن قلنا 6 سنين غير قابلة للتجديد أو الاختصار. كلمة اختصار كثير مهمة، ليش؟ شو المقصود فيها؟ انه ما بقدر انا اجي اقول 6 سنين يلا بيعمل سنتين ثلاثه ومنشيله بنص ولايته للعضو، هيدي الشغله ممنوعه. وعلى كل حال انتم بتتذكروا صار في اجتهاد يعني صدر بهذا الموضوع سابقا، والمجلس الدستوري اعطى قرار كثير واضح حول هذا الموضوع، وبالتالي لا يجوز واستقر على اذا بدكم تطبيق هذا النص بحذافيره، وعدم امكانيه اختصار ولايه اي عضو مهما كان اذا بدكم الاعتراض عليه. عم بحكي من الناحيه السياسيه طبعا. طبعا كمان مثل ما عندنا بمهنه المحامين كمان في شيء اسمه التمانع، يعني العضو المجلس الدستوري ما بيكون نائب وزير ورئيس شركه ومدير عام وغير شيء. الشغله الوحيده اللي بيقدر يعملها هو انه يعلم بالجامعه وانه يشارك بالمؤتمرات طبعا، وانه يعمل نشاطات علميه بدها تكون. ليش؟ الهدف من هذا النص هو انه يعني نعزز او خلينا نقول نعطي قد ما فينا امكانيه لهالعضو هذا ليكرس جهده لهال اذا بدكم لهالمهمه النبيله اللي هي عضو في المجلس الدستوري، ما لازم يلتهي بامور ثانيه. وهون شغلة خطرة، لأنه إذا صار في مخالفة لهالأحكام يعتبر العضو المخالف مستقيلا حكما، والمجلس الدستوري هو اللي بده يعلن هذه الاستقالة بالقرار منه بأغلبية 7 على 10. فإذا شغلة خطرة إذا طارت. مشان هيك بتشوفوا إنه في احترام كثير كبير لهذا الموضوع، ما حدا لحد اليوم يعني ما صار عندنا مخالفات من هذا النوع. هلا إذا كان من المحامين العاملين، أنا اليوم محامي بكره تعينت عضو بالمجلس الدستوري،
علي أن أعلق. طبعا أنا بيتعلق انتسابي أو عضويتي للنقابة خلال فترة ولايتي كعضو بالمجلس الدستوري، خلال كل هذه الفترة، وفي أمثلة قد ما بتكون حالية وسابقة إنه محامين تعينوا هيك عملوا كلهم. هلا كمان مثل ما بتشوفوا بحالة كل القضاة، إنه أنا وقت بتعين قاضي ما بقى لي حق أعطي المشورة ببعض القضايا التي يمكن أن تعرض علي. أوكي؟ ليش؟ لأنه هون بكون أنا عم خالف موجب التحفظ وسرية المذاكرة، فإذا ما لي حق أعمل هذا الشيء. والهيئة العامة للمجلس هي الوحيدة اللي لها حق ترفع الحصانة عن العضو المخالف. هلأ كنت عم بحكيكم عن عدم جواز إقالة الأعضاء بالمجلس الدستوري أو عدم تجديد ولايتهم، يعني ما لي حق أنا والله عملت عضو خلال 6 سنين أرجع عن جديد أقدم ترشيحي لولاية جديدة، ما لي حق. وكمان ما لي حق قيله لهذا القاضي. ليش؟ الهدف مثل ما كنا عم نحكي قبل إنه نعزز له ونأمن له الاستقلالية لهذا القاضي. أوكي؟ لأنه بلا استقلالية وبلا الحماية المطلوبة لا سيما من السلطة السياسية، لا يمكن لهذا القاضي أنه يقوم بهذه المهمة اللي هي شو بالنهاية، اللي هي أنه مراقبة السلطة التشريعية. وراح نشوف هلأ ببعض الأمثلة كيف المجلس الدستوري بالرغم من كل علله وبالرغم من كل المشاكل التي اعترته والله قدر يوقف بكثير مراحل بوجه السلطة السياسية، وقدر منع أنه تطبق بعض القوانين اللي أقرتها والتي هي تخالف الدستور. طيب أنا لو ما عندي هالحصانة القوية طبعا في يقيله للمجلس، ما بدها شيء هاي نكتة، مثل ما عينته في يقيله. مش هيك احتاط المشترى لاحتمال حصول حالة الفراغ بالمجلس الدستوري في حال ما صار في تعيين جدد ليحلوا محل الأعضاء اللي انتهت ولايته. أوكي؟ وهذا الأمر أكيد رح يؤدي لتعطيل المجلس. مش هيك نص القانون ما حكينا قبل على ضرورة استمرار الأعضاء اللي انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم، بيضلوا بيشتغلوا حتى بيصير في تأمين للبديل. أوكي؟ فإذا هيدي إذا بدكم هو الشق المتعلق إذا بدكم أعضاء المجلس الدستوري من ناحية الحقوق تبعولهم والضمانات. خلينا نقول طيب هلا هون بنفوت على النقطة الأساسية، شو هي هالمهام اللي بنسمع عنها كثير المجلس الدستوري؟ شو له حق يعمل، شو ما له حق يعمل، شو هي الصلاحية؟ نحن حكينا بالمقدمة إنه عنده صلاحيتين، أول شيء المراقبة الدستورية القوانين، البت النزاعات الانتخابية لا سيما التشريعية والرئاسية، هو إذا بدكم النقطتين الأساسيتين. طيب خلينا نفوت شوي بالتفصيل أكثر، شو يعني رقابة على دستورية القوانين عمليا؟ كثير هينة، يعني اليوم مجلس النواب هو له حق يشرع، صح؟ عظيم. هل لنبلش من الأول، صار في عندنا اقتراح قانون تقدموا فيه نواب أو نايب واحد أو مشروع قانون بمجلس الوزراء، صار فيه بعدين تحول على مجلس النواب، اللجان المختصة، اللجان المشتركة، تصوت عليه بالهيئة العامة صار قانون، أقر هذا القانون في مجلس النواب بالأغلبية المطلوبة يعني النص زائد واحد، عظيم صار عندنا قانون. طيب السؤال، هل هذا القانون أصبح نافذ؟ كلكم تعرفوا أنه لا، لأنه لازم ينشر بالجريدة الرسمية، مش هيك؟ طيب نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، يعني أصدره رئيس الجمهورية، نشر في الجريدة الرسمية. حسب الدستور المادة 19 بتقول إنه هذا القانون يمكن الطعن به بمهلة 15 يوم من تاريخ نشره أمام المجلس الدستوري، 15 يوم. فإذا عظيم، مين اللي بيعملها؟ مين له حق حسب المادة 19؟ المادة 19 عينت الهيئات السياسية، أولاً رئيس الجمهورية، اثنين رئيس مجلس النواب، ثلاثة رئيس مجلس الوزراء، 14 نواب على الأقل، 5 رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا، فيما هي كثير مهمة، فيما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم العالي. هاو
هنقول المراجع السياسية الخمسة هن الوحيدين اليوم اللي بيقدروا يطعنوا بقانون قدام المجلس الدستوري شرط التقيد بمهلة ال 15 يوم من تاريخ النشر. أوكي؟ هون ملاحظة صغيرة بالنسبة لرؤساء الطوائف. أوكي؟ لازم نعرف إنه نحن عم نحكي فقط بالقوانين اللي لها علاقة بحرية المعتقد أو لها علاقة بتنظيم أحوالهم الشخصية، مش انه مثلا بقانون له علاقه مثلا بالبلديات بيقدروا هن يتدخلوا، لا عم نحكي بغير موضوع. هو اللي بالنسبه لاصحاب الحق بالمراجعه. اوكي، فاذا المجلس الدستوري لازم نعرف لا يتحرك، عفوا، المجلس الدستوري في لبنان. اوكي، هلا بقول لكم بفرنسا كيف، بلبنان لا يتحرك، عفوا، بلبنان لازم يكون في بمرت 15 يوم تالي نشر القانون في الجريده الرسميه مرجعية من هالمرجعيات الخمسة تتقدم بطعن قدام المجلس الدستوري، ساعتها المجلس الدستوري يضع يده على المراجعة. بفرنسا الأمر مختلف، لأنه بفرنسا عندكم نوعين من القوانين، عندكم القوانين العضوية. مزبوط مزبوط، بس مش اونيك، لا في اثنين. فإذا عندكم القوانين العضوية والقوانين العادية. القوانين العضوية هي اللي اذا بدكم القوانين الاساسيه، يعني اللامركزيه، قانون البلديات، الموازنه، هو اللي بيسموه قوانين بلديه. هون حكما بيمروا بالمجلس الدستوري قبل ما يمضي مجلس النواب، تتحول على المجلس الدستوري، مجلس الدستوري بحط رقابته عليه حكما. بعد ما يحط رقابته عليه تمروا عند رئيس الجمهوريه الفرنسي بيصدرها وبتروح على الجريده الرسميه بعدين. هاي القوانين العضويه. القوانين العاديه مثل عنا بصير في طعن وبيمشي، مثل لازم يكون في طعن. عنا بلبنان لا، ما في شيء اسمه قوانين عضويه، وما في شيء اسمه انه المجلس السوري بيوضع يده حكما، لا، بده يصير في طعن وفقا لهالاليه اللي حكيتكم عنها بال 15 عظمه. اذا ما نحكي هلا عن اليه الطعن، هون شو البروسيجر يعني بشكل اساسي؟ اول شيء قلنا في قانون صدر، أقر، أصدره رئيس الجمهورية، نشر في الجريدة الرسمية، أنا بعني بال 15 يوم من تاريخ النشر. عظيم. هذا القانون يتعرض لنقول للحقوق الأساسية للأفراد. بدي ألاقي مرجعية من هالمرجعيات الخمسة اللي حكينا عنها لنقول 10 نواب. رحنا جبنا 10 نواب وعم عملت أول شيء حضرنا مراجعة، جبنا 10 نواب وقدمنا المراجعه بمهله 15 يوم من تاريخ النشر بالجريده الرسميه. عظيم. ليش هالمهله قصيره؟ لانه بتعرفوا انتم بيطلع قانون اوقات بيصير فيه حقوق، بيصير فيه كثير اشياء ممكن تصير خلال هذه الفتره قبل ما يصير فيه وقف تنفيذ، او يعني بيصير فيه كثير اشياء ممكن تصير، مش هناك المشتري حط فقط 15 يوم كرمال يكون في اصول موجزه، لانه بقدر ما بنعطي مجال بقدر ما ممكن الاضرار تتفاقم مع الوقت. فاذا 15 يوم احترمناها، رئيس المجلس الدستوري ساعتها بده يعين مقرر من الاعضاء، المقرر بيكون عضو من الاعضاء وبيكون سري، ما بيقولوا مين هو. اوكي، بيحط تقرير على القضيه، بده يحط هالتقرير بمدة 10 ايام من تاريخ ابلاغ القرار بتعيينه له. عنده 10 ايام ليحط التقرير. بعد ما يحط التقرير بده يوزعه على الاعضاء بالمجلس الدستوري. اوكي، بيصيروا يتناقشوا ويتداولوا، ومهله 5 ايام من تاريخ وروده بدهم يبتوا بقضيه مساله الوقف التنفيذ، لانه انتبهوا كل القوانين اللي بنطعن فيها شو الهدف من الطعن؟ الهدف من الطعن شغلتين، اول شيء نوقف مفعوله، اثنين نبطله. مثل بمجلس الشورى الدولي للي شاغل قانون اداري، وقت انت بدك تطعن بقانون اداري قدام مجلس الشورى الدولي، مش بقانون عفوا، بقرار اداري قدام مجلس الشورى الدولي تطلب وقف التنفيذ. هون نفس الشيء، بطلب وقف تنفيذ القانون وبطلب كمان ابطال القانون. اوكي، بس يجب انه لازم اطلب هذا الطلب بشكل كثير واضح وصريح، اذا ما طلبته فهذا الامر سيؤدي الى عدم امكانيه، خلص بيرد لك، ما بيعود في شيء بدي وقف تنفيذه اذا ما طلبته خطيه. عظيم. بدينا بقضيه الوقف التنفيذ 105 ايام. هون ساعه القرار النهائي بده يصدر في غرفه مذاكره 15 يوم من تاريخ انعقاد الجلسه. اكيد اذا ما صدر القرار خلال هذه الفتره يعتبر نص موضوع المراجعه مقبولا.
هيدا شفتوه انتوا اذا بتتذكروا بموضوع، اذا ماني غلطان، مجلس النواب، تمديد لمجلس النواب بال2013 اذا ماني غلطان، صار في قانون بالتمديد، وبالتالي صار في عضوين من الثلاث اعضاء من الاعضاء العشره ما حضروا جلسه، كان في جلسه يعني دعا الى الرئيس سليمان وقت رئيس المجلس، وبالتالي قطع الشهر، لازم تكون شهر هيدي مش 15 يوم لو سمحتوا، قطع الشهر، وبالتالي بعد ما قطعت هذا الشهر اعتبر انه هذه تعتبر القانون يعني مقبول، وبالتالي نردت المرار. مشان هيك لازم المجلس بمهلة شهر يعطي قرار بهذا الموضوع. هلا مفعول المراجعة ونطاقها. طيب شو هي الآلية؟ يعني نحن بناخذ قرار المجلس الدستوري بأكثرية 7 أعضاء على الأقل، فإذا القرارات يجب أن تتخذ بمهلة فإذا 7 أعضاء، يعني 7 على 10 بيتخذ قرارات في المراجعة، أوكي؟ بالنسبة للمراقبة على دستورية القوانين. هلا الجديد اللي صار إنه العضو المخالف له حق يعمل مخالفة في ذيل القرار، وتعتبر المخالفة جزء لا يتجزأ من القرار ويوجب نشرها. هذه الشغلة مهمة كثير وموجودة بفرنسا ويجب أن تكون موجودة، وعندنا بلبنان موجودة كمان هلأ، صارت بموجب تعديل حصل بال2008 إذا من هلأ. مثل ما هو الحال بالنسبة لكل القرارات، عندكم بالمراجعات، عندكم بالمجلس السوري، يكون عندها نتائج مؤقتة ممكن يكون عندها نتائج ثابتة. كيف يعني؟ يعني القرار ممكن يكون قرار نهائي، ممكن يكون قرار إعدادي، نفس الشيء. شو يعني القرار؟ خلينا نقول تصدر النتائج المؤقتة، كيف يعني؟ يعني وقت بيقرر المجلس مثلا تعليق مفعول قانون، يعني وقت تنفيذ القانون إلى حين البت بالمراجعة بالأساس، هون بيكون عمل قرار مؤقت. أوكي؟ وإمتى بيكون ثابت أو نهائي؟ وقت بيطلع قرار عن المجلس الدستوري يقضي إما بإبطال القرار، إما كليا أو جزئيا طبعا، إما برد المراجعة. هون ملاحظة صغيرة، في كتير التباس بيقولوا لك مجلس الدستوري طعن بالقرار، مجلس الدستوري ما بيطعن، مجلس الدستوري بيبطل، اللي بيطعن هو المستدعي، هن هو اللي هن قدامكم أو الرئيس الرؤساء هون هن اللي بيطعنوا، المجلس الدستوري هو الذي يبت أو يبطل، أوكي؟ ما نخلط بين يبطل ويطعن، كل وحدة شيء. طيب هلا لنقول صدر قرار عن مجلس دستوري ادى الى ابطال القانون، يعتبر هذا القانون وكانه لم يكن، خلص ما بقى عنده اي وجود، وبالتالي على المجلس النواب ان يشرع مجددا في هذا الموضوع بما يعني بشكل انه ما يكون في اي مخالفه للدستور. بعطيكم مثال اللي صار بأيلول 2017 بموضوع القانون الضريبي رقم 45، كان هذا قانون ضريبي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، كلنا بنتذكر وقتها صار في طعن بالمجلس الدستوري حول هذا القانون، والمجلس الدستوري أبطله كليا. شو اضطر يعمل مجلس النواب؟ اضطر مجلس النواب ياخذ بعين الاعتبار المؤشرات التوجيهية تبع المجلس السوري، لأنه المجلس الدستوري قال له وين المخالفات الدستورية لمجلس النواب، ها كرمال لمجلس النواب يرجع يشرع عن جديد، ورجع يشرع عن جديد هالقانون الضريبي، بس ولكن بشكل انه يكون خال من اي مخالفة دستورية. اوكي، هذا اللي صار بال2017 وقتها بهالقانون بالذات. طبعا يعني هون لازم نقول انه نطاق المراجعه من المجلس الدستوري اللبناني هو توسعي. كيف يعني توسعي؟ يعني الاف الى هون اليك، ولكن الفرق هون بين المراجعه تتعلق بمراقبه الدستوريه القوانين، والمراجعه بتتعلق بالانتخابات، بالبت بالنتائج الانتخابيه. باول وحده عند في نطاق توسعي. كيف يعني؟ يعني أنا مجرد ما طلبت إبطال 3 مواد أو مادة أو 5، مجلس الدستوري بيرجع بينظر بكل القرار
بكل القانون، باردون، بيرجع بينظر بكل القانون، بكل المواد بما فيهم المواد اللي انا ما طعنت فيها. بينما بالمراجعه تتعلق بالبد بالانتخابات النيابيه والرئاسيه، المجلس الدستوري طيب نشوفها هلا، يعني يحتكم بمبدا، على مبدا ثنائيه المراجعه، يعني ما له حق ينظر الا بالنزاع الانتخابي المرفوع امامه او المطعون فيه فقط، وما بيرجع بيطلع بكل النزاعات الانتخابيه المتعلقه بهيدي الدوائر اللي عم يحكي عنها. اوكي؟ فاذا هيدي نقطه رح نرجع نشوفها بعدين بالوقت المناسب. هون بنفوت هلا، هيدا بالنسبه ل كل شيء له علاقه ب يعني مراجعه الابطار. عظيم. بنفوت بالنقطه الثانيه، البت بالطعون الانتخابيه والرئاسيه والنيابيه. طيب النزاعات والطعون ناشئه عن الانتخابات الرئاسيه. لازم نعرف انه من 93 لليوم ما صار عندنا نحن بلبنان اي حاله من هذه الحالات. ما صار، طبعا صار عندنا رؤساء جمهوريه، ولكن ما صار في اي طعن حول انتخاب رئيسا للجمهوريه بعد، ممكن يصير بالمستقبل. هلا شو هن المسائل بهذه النقطه بالذات اللي ممكن نحن نسيرها قدام المجلس الدستوري؟ مثلا تعرفوا انتم الماده 49 بتحكي عن الشروط اللي التي يجب ان تكون متوافره على رئيس الجمهوريه لكي يترشح او لكي يتبوأ هذا المنصب. إذا تبين لنا أنه ما عنده هذه الشروط، وهي الشروط هي نفسها التي يجب أن تكون متوفرة في النائب كما تعلمون، وبالتالي هذه أول نقطة. اثنين، نظامية العملية الانتخابية من تاريخ الدعوة إلى الانتخاب. إيه؟ إذا كانت العملية الانتخابية ما تم احترامها، يعني نظامية العملية الانتخابية ما تم احترامها. أوكي؟ يعني مثلاً ما احترمنا نحن التصويت الذي يجب ان يكون سري مثلا، او اذا كان عم نحط اسمه للمرشح بطريقه علنيه الى اخره. طيب، او الانتخاب مرورا بفرز الاصوات، ما صار في فرز مثل ما لازم، او صار في خطا بالفرز، ما صار في احترام للاكثريه والنصاب. تعرفوا الاشكاليه الكبيره عندنا بلبنان، الفرق بين أكثرية التصويت ونصاب الحضور، صار في ديباجة دستورية حول هذا الموضوع. المجلس الدستوري هو الذي ينظر بهذا الموضوع. طيب شو بيصير هون؟ يقدر استدعاء الطعن من ثلث الأعضاء اللي بيتألف منه مجلس النواب قانونا. هونيك شو قلنا بالمراجعة بالدستورية القوانين؟ عندكم خمس سلطات سياسية، هون ثلث أعضاء مجلس النواب هن اللي بيتقدموا بهذه المراجعة، وهن اللي بدهم يوقعوا، يعني عم نحكي تقريبا عن 42 نايب بدهم يمضوا هذه العريضه. اوكي؟ شوفوا 42 نايب مش هينه، يعني هيدي بتدل انه في جديه بمحل معين، وفي طبعا في جديه بمحل معين حول بهذه المراجعه. ويجب على هذه المراجعه انه تتقدم به 24 ساعه من تاريخ اعلان النتائج تحت طائله رد شكلها. فاذا شوفوا قديش سريعه، يعني اول شيء بدي جمع عنا 42 نايب، بدي امضي هالعريضه على السريع، بدي عندي 24 ساعه من تاريخ اعلان النتائج كرمال اطعن واقدم المراجعه ضمن المجلس الدستوري، وبده المجلس الدستوري يصدر قراره بمال 3 ايام من تاريخ ورود المراجعه. يعني تصوروا قديش سريعه العمليه، كرمال يصدر قرار للمجلس قبل مباشرة الرئيس العتيد مهامه الدستورية، كرمال ما نعوي إذا بدكم الأصول المعتمدة يكون في سرعة بهذا الموضوع. هلا بالأخير بيبقى المجلس النواب منعقدا خلال هذه الفترة كهيئة انتخابية لحد صدور القرار المجلس الدستوري، يعني لنقول إنه ما في شرع، هذا المقصود. في حال إبطال الانتخاب يعتبر وكأنه لم يكن. إذا عمل قرار المجلس الدستوري بأنه لا، العملية الانتخابية كانت سليمة وصحيحة، طبعا هون بيعمل قرار ويستلم الرئيس وما بيعود في مشكلة. أما إذا تبين أنه صار في إبطال لهذه العملية الانتخابية فيجب أن نعيد الانتخابات، وهذه النتيجة تعتبر وكأنها لم تكن. اوكي، هذا بالنسبة للانتخابات الرئاسية. برجع بأكد لكم انه هذا الامر لم يحصل بعد. هلا بالنسبة للنزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية، هيدي
نحن بعد كل انتخابات نيابية عندنا منها، أوكي كل الوقت. طيب شو الأصول المعتمدة هون؟ وشو هن الشروط الشكلية لقبول هذا الدعم؟ كمان لازم نحن نتوجه دائما لرئاسة مجلس السوري، وليس هذا الأمر ما بيؤدي لرد المراجعة بالشكل، لأنه كثير ناس بيقولوا إنه هذه بركة بتؤدي إلى ردة بالشكل. لا أبدا، ما بتؤدي إلى ردة بالشكل أبدا، إنما بتؤدي فقط إنه في خطأ بيكون. الأصول إنه نتوجه لرئيس المجلس، ولكن هون انتبهوا، هون الفرق الأساسي. أعطى القانون حق الطعن للمرشح الخاسر المنافس في الدائرة الانتخابية عينها. يعني أنا نازل هلا على الانتخابات ضد عصام عمرو مثلا في المقعد، لنقول مش معرفني انا، لنقول الدرزي في شويفات مثلا، اوكي انا ربحت الانتخابات وعصام خطر الانتخابات، عصام بيقيم بيتقدم بمراجعه امام المجلس السوري ضدي انا اللي عم نفسه على نفس المقعد، ما بيقدر يوسع للعملية الانتخابية، أنا وياه عم نتنفس على نفس المقعد، بيشوف هو إنه صار في عملية تزوير، بيشوف إنه في شيء مخالف للقانون، ساعتها بيقيم الدعوة علي أنا، بيقيم المراجعة علي أنا، وأنا علي هون إنه كمجلس دستوري إنه أنظر بهذه المعركة الانتخابية، وعندي هلا رح نوصل رح تشوفوا قديش في صلاحيات استقصائية واسعة جدا معطاة للمجلس الدستوري، بيقولوا والقانون يقول انه صلاحياته يعني بالمراجعات بالحق الانتخابي قريبه جدا، صلاحيات يعني المجلس قريبه جدا على صلاحيات قاضي التحقيق، يعني عنده نفس صلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار مذكره التوقيف. تخيلوا قديش، شو معناتها؟ معناتها بيقدر يبعث وراي ووراء الشخص الثاني، يستنطقني، ياخذ مني افاده، يسأل أسئلة، بيقدر يبعث وراء الأقلام، يجيبوا النتائج، يرجعوا يفرزوا عن جديد إلى والتدقيق بالأوراق الانتخابية وكل شيء. فإذا هون بتشوفوا قديش الصلاحيات واسعة بالموضوع الانتخابي. أوكي، هذه هي النقطة. ليش؟ لأنه هذا الأمر يتعلق بالصفة والمصلحة. الصفة والمصلحة بالقانون العام كثير مهمين، وبالتالي يعني بتشوفوا انتم حتى بالمجلس قد ايه مجلس الشورى الدولي بتقدموا بمراجعه مجلس الشورى الدولي، اول شغله بيبحثها هي المصلحه، هل انت كمستدعي عندك مصلحه تقيم هيدي الدعوه ايه او لا؟ اذا ما عندك مصلحه بيرد لك اياها بالشكل وما بيبحث بالاساس. المجلس الدستوري نفس الشيء كمان، خصوصا فيما يتعلق، مظبوط مظبوط، بانتري بادكس اكزاكتلي. يقدم هون يقدم الطعن بصحة نيابة المرشح المعلن فوزه من كل مرشح منافس، اتفقنا عليها، من نفس الطائفة، من نفس المذهب، من نفس المذهب كمان. هيدا القاعدة هي المصلحة، لأنه المصلحة مرشح الخاسر، لأنه مين اللي عنده مصلحة هون؟ اللي عنده مصلحة هو المرشح الخاسر، شيء طبيعي. أوكي، أن يطعن في نيابة المرشح الفائز لانه هو الوحيد اللي بيقدر يحل محله، مش واحد عم بيتنافسه بركي بنفس الدايره بس على مقعد تاني راجع لطائفه تانية، وين المصلحه؟ ما في مصلحه. وهون طيب، هون المرشح الخاسر شو لازم يعمل؟ بده يقوم، بده يتقدم بالطعن للمجلس الدستوري مهله اقصى 30 يوم تري تاريخ اعلان. شفتوا الفرق هون كيف؟ وقت اللي حكينا نحن عن الانتخابات الرئاسية عنده 24 ساعة، هول 42 نايب، هون لا، عنده 30 يوم من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النيابية إيه؟ كرمال لا يتقدم بالمراجعة تحت طائلة ردة شكلا. إمتى نبلش نحسب هال 30 يوم نحن؟ أوكي، من الإعلان نتائج، من 30 يوم التالي تاريخ إعلان النتائج في هذه الدائرة المعنية. اوكي، ومين بده يمضي؟ اللي بده يمضي هالمراجعه بده يكون الطاعن شخصيا، يعني اللي خسر الانتخابات بده يمضيها او وكيله، ما في مشكله، فيها تكون هيك فيها تكون هيك، اكيد بده يحط كل المستندات معه، وبده يحط بشكل واضح اسم النائب المطعون بعضويته. اوكي، هلا انا هون اجراءات
متابعة ما بعرف، نحن مش بنفس الـ هذا، لازم ترجع صفحتين لورا بعد قبل ما نوصل لهذا الجدول. اوكي، نحن وصلنا الاجراءات المتبعه من قبل المجلس السوري لدى ورود الطعن. اوكي، اذا فيكم ترجعوا بس تقدروا تتابعوني، ما بعرف مين عم يتحكم بالباوربوينت، لازم نرجع صفحتين لورا. اوكي، ثانك يو. فإذا إجراءات المتابعة من قبل بعد صفحة ورا، بعد صفحة لورا، ما المجلس أوكي، الإجراءات المتابعة من قبل المجلس السوري لدى ورود الطعام. إيه صح، هيدا هو مظبوط. فإذا لا يعتبر المجلس منعقد، لكن لازم نعرف نحن انه المجلس الدستوري لتكون الجلسه تبعيته قانونيه ومنعقده بطريقه قانونيه لازم يكون في 8 على 10، اذا ما كان في 8 على 10 تعتبر الجلسه وكانها لم تنعقد. مش هيك اعطيتكم المثل انا بال 2013 بالتمديد للمجلس النواب وقت غياب 3 اعضاء، بالتالي ما قدر المجلس ينعقد، وبالتالي ما صار في بت بالطعن، وبالتالي اصبح القانون التمديد نافذ. اوكي؟ فوالا، دونك بدكم 8 اعضاء على الاقل. هلا اكثريه التطوير بدكم 7 على 10. اوكي، بدكم 7 على الاقل فاذا لا يقدروا يبتوا بهذا الموضوع. اوكي، هلا المبادئ هي نفسها بتلاقوها بالقضاء العادي، يعني عندكم احترام مبدا الوجاهيه. طبعا هون عم بحكي الوجاهيه مهمه كثير، لانه لازم كل الفرقاء يعرفوا شو الوضع. يعني اذا بحكي انا عن موضوع القانون مثلا، عم بطعن بقانون، طيب هذا القانون انا طعنت فيه، ما بدي ابعت كمان نسخه للسلطات المعنيه. مين السلطات المعنيه؟ لمجلس النواب بده يروح نسخه عن الطعن، بده يروح نسخه للطعن، مش بس للمجلس الدستوري، ما هيك؟ على السلطه التنفيذيه نفس الشيء، اذا عم بطعن انا بانتخابات لنقول النيابيه، بدي ابعت نسخه كمان الوزارة الداخلية وإلى آخره. فإذا مبدأ الوجاهية مهم، مبدأ المناقشة مهم، لا سيما لضرورة إبلاغ الطعن عن صحة انتخابنا تقوم بنيابته. يعني أنا اليوم قمت دعوة، أو خلينا نقول طعنت بنيابة نقول عصام، أنا مجبور بلغه لعصام نسخة عن مراجعة الإبطال، وهو بيكون عنده إمكانية يجاوب علي بمهلة 15 يوم من تاريخ إبلاغه كمان. فإذا في تبادل لوائح هون بيصير قبل ما يطلع القرار عن المجلس الدستوري. هلا خلصنا التبادل، بعد ما خلصنا التبادل بده يعين رئيس المجلس الدستوري مستشار مقرر لإعداء تقرير عن الطعن وإجراء التحقيقات اللازمة. هون بيرجع بده يحقق مثل ما حكينا قبل، قاضي التحقيق عنده صلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار مذكرات التوقيف. اوكي، هذا الامر منه موجود بمراجعات الابطال مثلا، انما موجود بالمراجعات المتعلقه بالانتخابات البلديه، الانتخابات النيابيه. طبعا هون بعدين المقرر عمل خلص هو التقرير تبعه. اوكي، وبيرفعه فاذا الى الرئيس المجلس السوري بمهله 3 اشهر على الاكثر. اوكي، تاريخ تكليفه، وبيكون طبعا مشكوع برايه في طلب الطعن، ساعتها بيتذاكر المجلس وبده يصدر قراره بمهله شهر من تاريخ ورود التقرير. اوكي، ها هي اذا بدكم الاصول المعتمده بشكل اساسي. هلا الزاميه قرارات المجلس الدستوري في مبدا عام، هذا بتشوفوه بفرنسا وبلبنان وين ما كان، وهو نص موجود بلبنان إذا ماني غلطان، المادة 13 من القانون إنشاء المجلس الدستوري بال 2000 بال 93، 250 على 93، بتقول إنه كل القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري تعتبر ملزمة لكل السلطات العامة والسلطات القضائية. يعني كل المحاكم بدها تطبقه وكل السلطات العامة بدها تطبقه. هلا طبعا القرار النهائي الصادر عن المجلس، أول شيء بيكون القرار يعني بيصدر عن المجلس بيكون نهائي، بيكون ملزم ومبرم. شو يعني نهائي؟ يعني خلص المجلس الدستوري قال كلمته، رفع ايده عن الدعوه
عن الدعوة طبعا، ايه، وبالتالي استنفذ سلطته بشأنه وخرجت القضية من ايده، ها معناتها القرار اصبح نهائيا. اثنين، ملزم، يعني كل السلطات العامة وكل السلطات القضائية والإدارية مجبورة انه تطبقه، وما لها حق تفسره اصلا، وهو مبرم. كيف يعني؟ يعني غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، لا العادية ولا غير العادية. اوكي، طيب عندكم قرارات مؤقتة، هي القرارات اللي بتتعلق بوقف التنفيذ، ما في غيرها بالإجمال. إنه مثلا قدمنا الطعن، نحن طلبنا وقف التنفيذ، المجلس الدستوري شاف إنه بالفعل هذا القانون قد يضر بمصالح فئة مجتمعية معينة لأنه في خطر، بنقول، وبالتالي مثل ما حكينا قبل، له حق يعمل يصدر قرار بوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين البدء بأصل المراجعة، ولكن لازم تعرفوا. صحيح، هي ميرسي مارون، ميرسي مارون، هي فإذا بدأت 13، صح. فإذا شو بنكون قلنا؟ بنكون قلنا إنه بالفعل هيدي هي قرار وقت التنفيذ إلى حين البدء. بس هون بدي أقول لكم إنه مش معناتها إذا المجلس الدستوري قرر وقف التنفيذ إنه حكما رح يؤدي القرار النهائي إلى إبطال القانون، لا، ممكن ما يبطل القانون يكون أعطاكم وقف التنفيذ، ولكن الحالة هي حالة طبعا نادرة جدا. أوكي؟ طيب هلا نوصل للجدول، نوصل للجدول. هو هذا الجدول مهم لكم، اللي رح نقرا هيك شوي على السريع، ما رح نقري كله، بس مهم لأنه بيسمح لكم تفهموا كل المجلس الدستوري بصفحة واحدة، أو آلية عمل المجلس الدستوري كلها بصفحة واحدة. يا ريت فينا نفتح هذا الجدول لو سمحتوا، هيك بنقريه سوا، إذا بتعملوا معروف بيكون تمام، إذا فينا نعمل هذا الشيء. الجدول، إيه، بالباوربوينت. اوكي، عندكم 3 كولون، ما بعرف اذا عم تشوفون. الو، عم تشوفون؟ ايه، صح، هيدا. فاذا طلعوا عندكم الرقابه على، جربوا قروه بطريقه افقيه مش عموديه، اوكي؟ افقيه يعني اوريزونتال. الرقابه على دستوريه القوانين، حتى الطعن في صحه انتخابات رئاسه الجمهوريه ورئاسه مجلس النواب، وثلاثه الطعن في صحه عضويه نائب منتخب. اوكي؟ بالمناسبة رئيس مجلس النواب نفس الآلية مثل رئيس الجمهورية، نفس الشيء، ما في فرق. طيب، رقابة على دستورية القوانين، شوفوا مقدم الطعن بحالة الرقابة على دستورية القوانين، عندنا هالخمس مرجعيات سياسية. بالنسبة للطعن في صحة انتخاب رئيس جمهورية ورئاسة مجلس النواب، ثلث أعضاء مجلس النواب، بالنسبة للطعن في صحة عضوية نائب منتخب المرشح المنافس الخاسر. شفتوا كيف الفرق؟ شكل الطعن بالرقابة على دستور القوانين هي مراجعة، بالطعن على صحة انتخاب رئيس الجمهورية ورئاس مجلس النواب هي استدعاء طعن موقع من النواب شخصيا لرئيس المجلس الدستوري، وهون الطعن في صحة عضوية نائب استدعاء يوضع في قلم المجلس الدستوري من قبل طبعا الشخص المطلوب. عرفت كيف؟ فإذا هذا الجدول مهم لأنه بيلخص، ما رجع يعيده كله، ولكنه بيلخص كل العملية. هلا هذا كله حكينا لحديد، هلا نحن المجلس الدستوري بالقانون، هلا رح نحكي شوي المجلس الدستوري بالاجتهاد. شو هن المبادئ الاجتهاديه الاساسيه التي ارساها المجلس الدستوري، والتي هي والتي تعتبر بمثابه اذا بدكم او التي تشكل الاركان الاساسيه للمجلس الدستوري او لطريقه عمله؟ أولاً، تحديد طبيعة المجلس الدستوري والخاص بدوره. أول مبدأ هو عدم جواز تنحي عضو المجلس الدستوري، حكينا فيه. يعني استقر المجلس الدستوري على عدم جواز تنحي عضو المجلس، مش مثل بالقضاء العادي بالمادة 120 بفتكر من القانون أصول المحاكمات المدنية. الخصوم لهم حق يطلبوا يا إما رد القاضي، يا إما القاضي هو في يتنحى، مش هيك؟ نحن بحالتنا هون لا فينا نطلب رد العضو ولا العضو فيه يتنحى، ممنوع هذا الشغل. وذلك من خلال تأكيده للمجلس السوري أكد على طبيعة الهيئة الواحدة
والقيم الأخلاقية الواجب توافرها لدى أعضائه بالنظر إلى القيم المولجة إليهم ضد الانتقادات. فإذا الهدف منا شو هون؟ إنه رص الصفوف، إنه بتشكل إذا بدكم وحدة متراصة في شوي من مبدأ التضامن، إذا بدكم شوي من مبدأ التضامن بين الأعضاء بين بعض. كما استقر الاجتهاد الدستوري على فرض موجب التضامن، يحيي موجب التضامن الأعضاء من خلال تكريسه لمبدأ وحدة الهيئة وعدم تجزئتها، مما يحطم المجلس ضد إمكانية تعطيل وظائفه خلال ما فات بهيكليته وتكوينه. فبتشوفوا من هذا الاجتهاد قد ايه في إصرار من قبل المجلس إنه يحسن حاله من التدخلات السياسية، لأنه هن عارفين إنه هن شغلتهم يراقبوا السلطة السياسية. طيب إذا إجوا عملوا قرار منه لمصلحة مجلس النواب، طيب صفى عرضة لأي تدخل من قبل مجلس النواب. أنا ما عرفت مين عمل هذا القرار، عرفت مين المستشار المقرر، عرفت مين اللي إذا بدكم كرس هذا المبدأ اللي أساء فيه كسلطة سياسية، أوكي، أو اللي كتبه لهذا المبدأ. بيجي أنا بقدر بطلب رده أو بطلب ترحيه. هذا الأمر غير ممكن لا بالنص ولا بالاجتهاد. اثنين، شو هي دائرة صلاحية هلا القاضي الدستوري؟ هون في فرق مثل ما حكينا بين القضاء إذا بدكم بالبت بالنزاعات الانتخابية والقضاء المتعلق برقابة على دستورية القوانين. هلا بالنسبة لوقت بينظر القاضي بالموضوع الانتخابي، اوكي، هون بنشوف انه صلاحيته التحقيقية واسعة كثير، اوكي، ولكن ما بيقدر يوسعها من ناحية ينظر بغير معارك انتخابية. كيف يعني؟ يعني قدمت انا بمراجعة بموضوع انتخابي بمعركة انتخابية معينة، القاضي الدستوري بينظر فقط بهذه المعركة، اتفقنا، ما له حق يطلع بالنتائج التي استحصلت عليها لنقول دائرة ثانية أو معارك انتخابية ثانية بنفس الدائرة، ما له حق، بس بيركز على هاي. بس وقت اللي لحق وركز على هاي عنده صلاحية تحقيقية واسعة كثير، بيبعت مثل ما حكينا، بيبعت وراهم، بينزل على الأرض، بيبعت ورا الصناديق إلى آخره، لجنة الرقابة على الانتخابات، كله هذا بوزارة الداخلية، له حق يعمل كل هذا الشيء. بينما وقت بيراقب دستورية القوانين فهون بيتشدد أكثر من أي ناحية. صحيح ما عنده صلاحيات تحقيقية، ما في صلاحية، مش بحاجة لها أصلاً، ولكن له حق ينظر بكل القانون. انا والله تعنت بقانون ب 200 والقانون 130 ماده، له حق المجلس مجرد ما وضع يده على القانون انه ينظر بكل القانون برمته كليته سوا، مش بس بال 200 اللي انا تعنت فيهم. هلا شو هو النهج الارشادي التنظيمي؟ بالفرنساوي بنستعمل كلمه جيد كونستيتيوشنال. شو هو الجيد كونستيتيوشنال؟ معناتها مهم جدا. ليش؟ يعني المجلس الدستوري وقت اللي بيبت بطعن معين، بغض النظر شو هو هالطعن، وخصوصا بموضوع رقابة على دستورية القوانين، بيحط المبادئ الأساسية التي يجب على مجلس النواب أن يحتكم إليها بمعرض التشريع. يعني بيقول له انت هون خلافة الدستور، كان افضل لو عملت هيك هيك هيك، انت هون خلافة مبدأ المساواة، كان افضل او لان خلافة مبدأ المساواة لانك ميزت بين الف وب، لا سيما لجهة الف وب. فاذا هون عم بيرشدوا بمحل معين للمجلس النواب، ولكن ما له حق يشرع محله. هون الفرق كثير كبير، المجلس الدستوري ما له حق يشرع محل مجلس النواب، ومجلس الدستوري ما له حق يقول له لمجلس النواب لشو هلا قانون انتخاب؟ مش وقته، قانون باردون، لشو هلا قانون ضريبه؟ مش وقته، لشو قانون انتخاب هلا؟ مش وقته، لشو ما له حق. هذا الفرق بين لو كونترول دو كونستيتيوناليتي، يعني الرقابه على دستوريه القانون، عدم دستوريه القانون، والكونترول دو اوبورتونيتي،
يعني عدم ملائمة القانون بنسميه، إنه المجلس الدستوري دوره فقط النظر بعدم دستورية القانون، يعني إذا القانون اللي صدر فيه مخالفات دستورية هون له حق يقول يبطله لأنه في مخالفات دستورية، بده يعلل وين في مخالفات دستورية، بس ما له حق يجي يقول له المجلس الدستوري هلا مش وقتها تعمل لي قانون سير مثلا، أو مش وقتها تعمل لي قانون شو بعرفني انتخابي، مش ما بيقدر يقول له ليه؟ لأنه عم يتدخل بالملائمة، ومجلس النواب هو الوحيد اللي بيقدر يقدر ملائمة مدى ملائمة إصدار قانون عن عدم إصدار. أوكي، هذا الفرق بين الاثنين. طيب لنكفي، هذا هو النهج الإرشادي. أوكي، نعطي بعض الأمثلة، يعني في اجتهادات حطيتهم هون مثلا 8/6/2000 22/9/2017، هذا اللي بيتعلق بقانون حكينا فيه تبع الضرائب. هون عطى إرشادات، قال له لمجلس النواب وين خالف، وبالتالي مجلس النواب شو عمل؟ رجع أخذ هالإرشادات هاي ورجع شرع عن جديد قانون ضريبة جديد، آخذا بعين الاعتبار إرشادات المجلس الدستوري، وصدر القانون نهائي بالنهاية خالا من مخالفات دستورية. أوكي، وقطعت. هلأ فينا نكون مع، فينا نكون ضد، هل فعلا كان في يعني مخالفات دستوريه بالنسخه الثانيه من القانون او لا؟ ما صار في طعن لنعرف صراحه، ولكن اكيد انه صار في خلينا نقول تعديل او تظبيط لبعض المخالفات اللي كانت موجوده بالنسخه الاولى. هلا في شيء اسمه النهج الواقعي البراغماتي، بعكس ما هو الحال بالنسبه للمراجعه الدستوريه القوانين، بالمراجعات متعلقة بالنتائج الانتخابية، هون في نهج واقعي براغماتي، في أرقام، في مستندات، في تحقيق، في محاضر، في يعني الموضوع براغماتي بأي معنى، بمعنى إنه ما في كتير مجال للتحليل ولا التعليل، بالعكس هون عم نفوت مباشرة، عم نرتكز على الأرقام، على التحقيقات، وعلى اساسها بيطلع القرار عن المجلس الدستوري نتيجه ممارسه صلاحياته الاستقصائيه، نفسيا ما اذا في فرق كبير بالاصوات. هلا المبادئ الاساسيه والمعايير العامه المعتمده في الطعون النيابيه، هون بالطعون النيابيه شو هن اذا بدكم المبادئ الاساسيه؟ حكينا فيها بالاول اذا بتتذكروا. اولا مبدا ثنائيه المراجعه، كيف يعني؟ يعني النزاع هو محصور بين المرشح الطاعن والنائب المطعون في نيابته، وعدم النظر في صحة العملية الانتخابية بمثلها، هذا مبدأ أساسي أساسي أساسي، مبدأ ثنائية المراجعة، ما في يوسع دائرة الخلاف فيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية. اعتمد مجلس الدستور التفسير الحصري لصلاحياته لناحية عدم تجاوز مفاعيل إبطال النيابة أطراف النزاع، ما إلي حق تجاوز، فإذا مفاعيل أو دائرة نيابة أطراف النزاع حتى لو تبين له من جراء التحقيقات قد تؤدي إلى إبطال نيابة غير مطحون بصحة انتخابه. يعني عم نقول شو؟ حتى يعني لنقول أنا وعصام مثل ما قلنا عملنا هيدا النزاع، وأنا كقاضي دستوري، لنقول شخص ثالث كقاضي دستوري، هو بمعرض النظر بهذا النزاع شاف إنه طيب في إذا بدي أبطل أنا أو ما بدي أبطل، شو ما كان الوضع قد يؤثر هذا الأمر على نتيجة انتخابات في الدائرة نفسها بس على مقعد تاني. حتى بهالحالة تخيلوا ما لي حق فوتهم بالنزاع، ما لي حق ارجع انظر بالنتائج الانتخابات اللي حصلت بالدائرة هذيك. ليه؟ هيدا إلى مبدأ، إلى سبب. شو هو السبب؟ سبب إنه الشعب عطى كلمته، وما بقدر أنا كقاضي اتعرض للإرادة الشعبية إلا إذا تبين معي أنه بالفعل في مخالفة فاضحة للدستور وللقانون. ما إذا فهمت النقطة شوي دقيقة بموضوع الانتخابات النيابية، يعني البت بالمراجعات النيابية، هون بتلاحظوا أنه المشترك كتير حصل له إياها للقاضي الدستوري،
وما سمح له انه يتمادى كثير. ليه؟ نرجع لمبدا سياده الشعب وسياده مجلس النواب والى اخره، انه بالنهايه ما لي حق انا فوت وسع دائره النزاع على معارك اخرى، على كراسي، على مقاعد اخرى، ما لي حق. هيدي هي الفكره. مبدأ عدم اختصاص المجلس الدستوري للنظر في الأعمال التمهيدية للانتخابات. هون كمان المجلس الدستوري أعلن على الملأ أنه الأعمال التحضيرية أنا ما لي حق أنظر فيها، أنا بنظر فقط بالنتائج الانتخابات إلا إذا تبين أنه في تزوير أو غش أو أي أمر آخر أثر على نزاهة العملية الانتخابية. إذا ما في شيء هيك أنا الأعمال يعني التحضيرية ما بتدخل فيه. هلا المعايير المعتمدة في تعد في دستورية القوانين، هذا قبل حكينا عن المعايير المعتمدة في موضوع البت بالنتائج الانتخابية. هون عم نحكي بدستورية القوانين، أول شيء رسم إطار اختصاص المجلس فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين، أوكي؟ فإذا كل شيء له علاقة بالرقابة على دستورية القوانين، أول شيء عندكم إنه اعتبر المجلس صلاحيته تأخذ مداها كاملة، تتخطى حدود المراجعة، حكينا فيها قبل. يعني مجرد ما المجلس الدستوري حط إيده على المراجعة، سوف تنسحب مراقبة هذا المجلس على القانون برمته، بكل مواده، حتى المواد التي لم يتم الطعن بها. بعكس ما هو الحال بانتخابات يعني فيما يتعلق بنتائج الانتخابية. اثنين، المبدأ الثاني مبدأ الكتلة الدستورية، بسميه بالفرنساوي لو بلوك دو كونستيتيوناليتي. شو هو هذا؟ انه المجلس الدستوري اعتبر مبدأ الكتلة الدستورية انه هي بتشمل انه رقابته، يعني هو عم بيقول انه رقابته لا تشمل فقط الدستور بحد ذاته، يعني القانون مش بس بده يكون مطابق للدستور، بده يكون مطابق للدستور، بده يكون مطابق لمقدمة الدستور، بده يكون مطابق، مظبوط، بده صح، بده يكون مطابق للإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي نحن بمقدمة الدستور اعتمدناه، للمواثيق الدولية أيضا المعطوفة عليها صراحة في مقدمة الدستور. فإذا كله هيدا اعتبر المجلس أنه هي جزء لا يتجزأ من فإذا من مراقبته بشكل أساسي. هلا عندكم أيضا اختصاصات للنظر في أصول التشريع المنصوص عليها في الدستور، أوكي، أصول التشريع. طيب عظيم، شو هي هذه أصول التشريع؟ فإذا هي الرقابة ليس فقط على مضمون النص التشريعي. رقابته ليس، فإذا بتعرفوا أنتم وقت اللي بيصير في تشريع بسياق النظر أو سياق القيام بجلسة تشريعية، في أصول. من بين هذه الأصول مثلا بنقول رفع اليد اذا في شيء له علاقه بالتصويت، اذا في شيء له علاقه بالاصول، يعني كل شيء بروسيدور يتم اعتماده وصولا الى اقرار القانون. اوكي، هون في خلاف عليها صراحه، لانه في ناس بيقولوا انه لانه في اذا ماني غلطان ماده من مواد النظام الداخلي من مجلس النواب، اذا ماني غلطان هي الماده 8، بتقول انه اصول التشريع لا تدخل ضمن اطار صلاحية مجلس دستوري. هون عندنا اجتهاد بيقول انه بلا المجلس الدستوري يكون مختص. هون في اجتهاد حول هذا الموضوع. عدم النظر في ملائمة التشريع، هذا اللي شرحناه قبل وقلنا انه المجلس الدستوري لا يمكن ان يتدخل في مدى ملائمة التشريع، انما يتدخل فقط في قضية مخالفة القانون للدستور. هيدي هي النقطة. هلأ النقطة الأخيرة اللي حابب أحكيكم فيها هي قراءة نقدية، خلينا نقول شو لازم ينعمل كرمال لا يكون القانون المجلس الدستوري أو القانون الذي يرعى المجلس الدستوري وينظم صلاحياته ووظائفه يكون
أكثر جدية، كيف فينا نطوره خلينا نقول هيك؟ طيب، أول نقطة، يجب قبل كل شيء توسيع صلاحيات المجلس الدستوري. ما بيجوز إنه نحن يكون عندنا صلاحية هالقد مقيدة للمجلس الدستوري، يعني معقولة يعني نحن المادة 19 من الدستور هالقد حصرية وهالقد صعبة؟ أنا شاركت بهذا الموضوع كذا مرة وبعرف قديش صعبة تقدر تجيب 10 نواب للطعن بموازنة مثلا. يعني في صعوبة للواحد يقدر يلجأ للمجلس الدستوري، لا سيما إنه القرارات تبع المجلس إنه شو بيطلع قرار بالسنة؟ قرارين بالسنة، شوفوا بفرنسا كم قرار بيطلع بالسنة، والدور اللي عم بيلعبه المجلس الدستوري بمراقبة دستورية القوانين أو حتى بالحياة السياسية بشكل عام. طيب، فإذا أول شيء كيف فينا نوسع صلاحياته؟ كلمتين، أولا يجب إلى المجلس الدستوري حق مراقبة أو خلينا نقول حق تفسير الدستور بموجب مراجعة مباشرة من السلطات العامة. يعني اليوم في خلاف على المادة 49، ما حدا بيطلع بيفسر، بينعمل مراجعة تفسيرية ترسل إلى المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري بيعطي تفسير، بالتالي هذا القرار هو الذي يجب أن يطبق. خلصنا، هذا بالنسبة لتفسير الدستور، لأنه اليوم ما حدا يفكر إنه المجلس الدستوري، مش هذا القاضي تقوله، ما حدا يفكر إنه المجلس الدستوري لا يفسر الدستور، لا، المجلس الدستوري يفسر الدستور ولكن بمعرض المراجعة المحالة إليه. يعني عمليا أنا اليوم صار في موازنة، طعن بالموازنة، أوكي، هون المجلس الدستوري عم بيفسر كل القوانين المالية اللي لها علاقة بالموازنة، ما اختلفنا، بس أنا اليوم في إشكالية بالبلد لها علاقة بموضوع رئاسة الجمهورية مثلا، المادة 49 ونصاب الحضور وأكثرية التصويت والجلسات المفتوحة أو غير المفتوحة إلى آخره. طيب أنا ما قادر مثلا آخذ قرار تفسيري بهالموضوع، بينما لو عندي إمكانية إلجأ للمجلس الدستوري بموجب مراجعة تفسيرية مباشرة من السلطات العامة مش من قبل نحن كأشخاص، ساعتها بقدر آخذ نتيجة، بيطلع لي قرار تفسيري، وهذا القرار التفسيري يطبق على السلطات العامة كافة وعلى السلطات القضائية وعلى الجميع. هاي واحد الشق الثاني من توسيع الصلاحية. هون فينا نعمل مثل ما عملت فرنسا سنة 2010، عملوا شيء كثير مهم، عملوا شيء اسمه الكيو بي سي، كيستيون بريوريتير دو كونستيتوناليتي. شو هي؟ يعني هي انه بيكون في خلاف بين شخصين قدام محكمة عادية، لنقول المحكمة المدنية، أنا مدعي وشخص منكم مدعي عليه، بيجي أنا كمدعي بتزرع بنص دستوري عمره 30 سنة لنقول هذا النص الدستوري، ولكن هو مخالف للمبادئ العامة ومخالف للحقوق الأساسية دروا فوندامونتو، لك حق انت كمدعي عليك تقول له للقاضي المدني الذي ينظر بهذه الدعوة، لك حق تقول له انا اطلب منك انه تتوقف عن النظر بهذه الدعوة الى حين البت بهذا القانون من قبل المجلس الدستوري وفقا لآلية معينة. عم لكم بفرنسا كيف؟ طبعا هالآلية عندهم بفرنسا انه بتعملوا طلب مستقل عن الدعوة عن نفس القاضي، هيدا القاضي إذا بيشوفها جدية وبيشوفها قضية جديدة جديدة وجدية سيريو اي نوفو، بيحول على محكمة التمييز بمهلة 3 أشهر، و3 أشهر طبعا محكمة التمييز بتشوف إنه بالفعل في جدية بتحولها عن المجلس الدستوري، والمجلس الدستوري بيبت فيها، المجلس الدستوري بيبت بالقانون، وبالتالي أو بيبطل القانون أو بيرد المراجعة وبتكفي الدعوة مثل ما هي. أوكي، فإذا ممكن نحن نفكر بشكل من أشكال المراقبة، ونحن بلبنان بحاجة لهالشيء لأنه جزء كتير كبير من منظومتنا التشريعية بعده موجود، يعني موجود من أيام العثمانيين، وبالتالي الشق الأكبر من هالقوانين موجود من قبل إنشاء المجلس الدستوري. فإذا قدرنا نخلق هالديناميكية الجديدة، أنا برأيي بنكون عملنا خطوة إيجابية مهمة كتير بلبنان حول هذا الموضوع. طيب،
فإذا طبعا هون قلنا انه موضوع كمان تشكيل التوسيع ده، خلينا نقول آلية تعيين اعضاء المجلس الدستوري مناصفة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، انا مني كتير معه لسبب اساسي، مش لانه السلطات سياسية، لانه لازم تكون سلطات سياسية، ولنكن انه قيمة الرجال، قيمة يعني القيمة بالرجال مش بالمناصب اللي بيحتلوها، وبالتالي مش هالموضوع. الموضوع انه نحن بالنظام الديمقراطي البرلماني، المشكلة انه المجلس السوري عم بيتعين بالنهاية من قبل الأغلبية وحدة، مجلس الوزراء او السلطة التنفيذية تنبثق من السلطة التشريعية، وبالتالي هن نفسهم تقريبا نفس اذا بدكم الأغلبية اللي عم بتجيبهم للأعضاء، وبالتالي كان بيسوى نجرب نشرك السلطة القضائية شوي باختيار الأعضاء، وبإعطاء كمان دور لرئيس الجمهورية كما هو الحال في فرنسا، يعني ما كان بيسوى نعطيه دور كمان. في نقطة كتير مهمة كمان أنا بشجع إنه تصير، إنه نعطي دور استشاري مسبق للمجلس الدستوري بكل حالات اقتراح القوانين من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. تعرفوا انه في ماده بنظام مجلس الشورى الدولي، بفتكر الماده 57، بتقول انه لا يجوز للاداره يعني للوزير ان يتخذ قرار تنظيمي شيلوا عليها بالتنظيم الاداره تبعيته الا بعد استشاره مجلس الشورى الدولي. ليه؟ لانه بيعتبر المشترع انه القرارات التنظيميه مهمه جدا، وبالتالي مراجعة أو استشارة مجلس شورى الدولي مسبقا هي من الصيغ الجوهرية التي من شأنها أن تؤدي إلى إبطال القرار الإداري. شوفوا قد مهم، عم نحكي قرار إداري تنظيمي، كيف إذا عم نحكي عن قانون؟ يعني القانون أهم بعد من القرار التنظيمي، وبالتالي يجب أنه يكون في دور استشاري مسبق للمجلس الدستوري فيما يتعلق بالقوانين، أو بالحد الأدنى فئة معينة من القوانين بالقليلة. في قوانين كتير مهمة لازم تمرق على المجلس الدستوري ولأنه على سبيل الاستشارة قبل. ويمكن طبعا، وآخر شيء فينا نحن نفكر كمان بإمكانية أنه نميز مثل بفرنسا بين القوانين العضوية والقوانين العادية. القوانين العضوية أنا بفكر مثلا بالموازنة، بفكر بقانون اللامركزية، بفكر بعض القوانين قوانين البلديات عم يشتغلوا فيه لهم سنين من 2016. طيب هول قوانين عضويه اساسيه منصوص عليها بالماده 65 من الدستور، بس مش مسميين نحن قوانين اساسيه، يعني مش عاملين هالفرز او هالتمييز بالمنظومه التشريعيه تبعيتنا، ولكن معددينهم بالماده 65 اذا ماني غلطان. طيب هدول القوانين كان بيسوى مثلا انه يمرقوا حكما أمام المجلس الدستوري قبل ما يمضيهم ويصدرهم رئيس الجمهورية وينشروا بالجريدة الرسمية. ولا ماشي كثير لحضوركم، بعتذر إذا أخذت شوي وقت عوقت عليكم، إذا حدا عنده أسئلة أنا أكيد بالخدمة. ماشي كثير. ألو 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 الو، ألو، إذا حدا عنده أسئلة أنا حاضر أكيد. بعتذر ما قدرت أقرأ المسجات، بعتوا لي إياهم هلا بنشوفه إذا حدا عنده شيء. ألو دكتور إدغار، ميرسي كتير على الويبنار. ميرسي لك، ميرسي لك، ميرسي لكم. وفي مارون قال عنده two questions. يلا أنا جاهز للأسئلة. مارون، I don't think there is accessibility to open the microphone. If you can ask the question on the chat box, please.
في عنا سؤال بالكيو اند اي بيقول: رأينا نعم أن المجلس الدستوري منع من الاجتماع مرتين، واحدة صحيح مؤخرا من حوالي سنتين والأخرى خلال فترة سابقة، بهدف نعم عدم البت بالطعون المتعلقة بالتمديد سواء صحيح لمجلس النواب أم لقائد الجيش. نعم ألا يجب تعديل القانون لمنع عدم تعطيل نصاب الحضور وليس نصاب التصويت؟ المحامي جورج جوزيف مصلي. اوكي، ميرسي كثير لسؤالك، وسؤالك كثير مهم، والجواب عليه هو بالطبع يجب تعديل هذه المادة اللي بتقول انه يجب ان يكون هناك 8 أعضاء لكي يلتئم المجلس، وبالتالي الناس المعطلين ارتكزوا على هالمادة بالذات كرمال لا يمرقوا القانون. ومن بين الاقتراحات المطروحة اليوم في هذا الموضوع هي تعديل هذه المادة اللي بتقول انه ممكن المجلس انه ينعقد باقل من 8 أعضاء، وسيله يتم الاستفاده منها من قبل المعطلين لتمرير اجنده سياسيه معينه. نعم انا مع، نقول له الاستاذ جورج اذا موجود، انا مع انه يصير في تعديل لهذه الماده لكي تكون اقل من 8، يعني 8 كثير هينه الواحد يطيرها للجلسه، ومعه حق بالمرتين اللي صارت. انا حكيت عن اول مره اللي هي ب 13، ومضبوط صارت من كم سنه كمان، صحيح، ويجب تعديل هذه الماده طبعا. اهلا فيك. في فوق السؤال من مارون، ايه إذا قادر تقرأ بالتشات بوكس، لأنه هيدا vu que l'attribution هيدا d'interpréter la constitution a été donnée au parlement. Au parlement. هلا بنجاوب عليه لانه ما انعقل، هلا بنفسره. Y a-t-il une sorte de cahier ou dossier qui inscrit les interprétations de la constitution pour qu'elle soit constante? Dossier qui inscrit les interprétations de la constitution. Ou c'est comme d'habitude selon le mot de. Ok, Maroun هيدا. Maroun. Maroun. خليني اقول لك شوي، لان انا درست هالموضوع كثير كثير بتفصيل، موضوع تفسير الدستور. لازم تعرف انه موضوع التفسير الدستور صار في نقاش عليه كثير كثير كثير، يعني بفتره من الفترات. هو يعني المجلس النواب، المشكله انه ما عندك نص معين بيقول انه يجب ان يكون التفسير الدستور يعطى لمجلس النواب وفقا لآلية معينة. اليوم اللي عم بيصير فوضى، اللي عم بيصير ساعة ما بنعرف نحن أولا إذا كان مين اللي بيفسر الدستور، هل هو رئيس مجلس النواب؟ هل هن الكتلة النيابية؟ هل هن الأحزاب؟ هل هن شو بعرفني أنا، هل في أغلبية معينة من النواب؟ طيب ما بنعرف وفقا لأي آلية، هل بدنا نص زيد واحد لنفسر؟ هل بدنا قد ايه بدنا 3 ارباع؟ شو بدنا؟ المشكلة اليوم اللي عم بيصير انه في تخبط كثير كبير بموضوع تفسير الدستور، وبالتالي كل واحد بده يفسر على ذوقه، وعم بيطلع في مراجع سياسيه عم بتفسر حسب اهوائها. فالمشكله الاساسيه انه اليوم يعني مش عارف، يعني بدك بتفسر انت بموجب قانون، بتفسر بموجب قانون عادي، بتفسر بموجب قانون دستوري، بتفسر بموجب توصية، كل واحد بيقول لك شيء. بتلاقي يعني إذا بتعمل دراسة بتلاقي إنه في مجموعة بيقولوا إنه هيدي توصية، مجموعة بتقول لك إنه هيدي بدها تعديل دستوري، يعني التفسير هو تعديل، مجموعة بتقول لك إنه تفسير بدها قانون عادي، ما بتخلص. فإذا وما في أي نص بيقول أصلاً، ما في أي نص بيقول إنه المجلس النواب هو اللي بيفسر، وينو هالنص؟ فرجونا اياه، وينو؟ هيدا بتلاقيه بالمحاضر تبع مجلس النواب 1990، وقت اللي اجوا بدهم يعدلوا الدستور، وقت اجوا بدهم يعدلوا اللي انحكى باتفاق الطائف اللي قال انه تفسير الدستور للمجلس الدستوري، هون بتلاقي قد ما بدك، بتلاقي كل النواب بأغلبيتهم الساحقة ما بتذكر ولا نايب كان مع إعطاء صلاحية تفسير الدستور بموجب مراجعة مباشرة إلى مجلس النواب، ما بتذكر. أوكي، بتلاقي أنت أنه إيه بالفعل كلهم قالوا نحن ضد هالتفسير هذا، وبالتالي هون بتلاقي أنه المحل الوحيد اللي بتلاقي فيه أنه مجلس النواب هو اللي بيفسر، بس ما في نص قانوني فيه. مش هيك حان الوقت اليوم
انه نبلش نفكر ننظم عملية تفسير الدستور، ننظمها بالنص وننظمها بالدستور، يعني بدك تنظمها بدك تعمل تعديل بالدستور، لا سيما بالمادة 19 وبالنظام الداخلي تبع المجلس الدستوري، بالنظام الداخلي تبع مجلس النواب، وبقانون انشاء المجلس الدستوري، وبالتالي ساعتها بيصير عندك تكون نظمتها لهذه العملية بشكل واضح. ولكن التخبط اللي عايشينه اليوم مش ما فينا نكفي فيه، اكيد اكيد ما فينا نكفي فيه. وعلى كل حال كل الدول اللي بتروح على اوروبا، مثلا بالمانيا مثلا تفسير الدستور للمحكمه العليا الدستوريه، يعني بفرنسا اكيد مجلس دستوري، ولكن الماده 5 من الدستور الفرنسي اذا ماني غلطان، الماده 5 تعطي لرئيس الجمهوريه هو يفسر الدستور، وهو اصلا عضو بالمجلس الدستوري، عرفتوا كيف؟ فإذا هذا هو المبدأ، ما بعرف إذا جاوبت على سؤالك مرون. أوكي بيرفكت. هذا عنده شيء بقى، دوزيام كيسيون، لو كونسيل كونسيونيل بوتيت سيزي بار لي زوتوريتي ريليجيوز بور لي كيسيون ساتيبال. إيه جاوبنا مارون، جاوبنا على السؤال. أكيد المجلس السوري يمكن أن يعني يمكن مراجعته في كل ما يتعلق بالقضايا الأحوال الشخصية للطوائف المعترف فيها بلبنان. أوكي، هذا جاوبنا عليه. وأنت بتقول من لافيرس إتيل بوسيبل، شو المقصود فيها لافيرس إتيل بوسيبل؟ إنه قصدك أنت إنه إنه لي زوتوريتي فون إت سيزي بار لو كونسي؟ أكيد لا. Quand les règlements intérieurs des tribunaux religieux présentent des lacunes claires face aux concernant les droits de l'homme. OK, là. فإذا معك حق بالشق من السؤال. لا أكيد ما بيقدر المجلس الدستوري هو يراجع المرجعيات الروحية، شيء طبيعي، لا ما في شيء بيقول هيك. ولكن موضوع اللي بيتعلق بال تشريعيا، وانا بقول لك اكثر من هيك، يعني احنا عند المسيحيين مثلا قانون 2 نيسان 51، طب هيدا قانون مثلا ما مرق بمجلس النواب، هذا قانون السلطات الروحيه اقرته ومشيت عليه، ومجلس النواب مش مصوت عليه، لم يقر في مجلس النواب، عرفت كيف؟ ولكن عنده قوه القانون. فالجواب على سؤالك هون، وقت بتشوف انت انه في قوانين روحيه و خلينا نقول شرعيه دينيه رجعيه، اوكي، الحل يكون بانه يكون في قانون بالمقابل، انه تعديله بالقانون، بتعدل القانون بقانون. ولكن هون ما في اي دور للمجلس الدستوري. وين بيصير في دور للمجلس الدستوري؟ وين بيصير سؤالك 100% بمحله مروان؟ بيصير 100% بمحله وقت اللي بيصير عندنا نحن شيء سميناه كيو بي سي اللي قلت لكم عنه، اوكي، وفي دعوه بيني وبينك، وجيت انا او بينك انت وبين مرتك مثلا، وانت عم تدلي بقانون مثلا مشحف بحق المراه، وفي عندنا امكانيه نروح على المجلس الدستوري، هون بيصير عندك اشكاليه، صحيح، لانه ساعتها تعرف انت مثل ما قلت معك حق، انه في جزء كبير من القوانين اليوم الروحيه التي تتناقض مع المبادئ الاساسيه ومع الدستور بشكل عام، وبالتالي يمكن على هذا الأمر أن يكون ممكن يكون يصير في مشكل ساعتها مع المجلس الدستوري. يعني كيف نقدر نحل هيك قصة؟ هون بدنا تفكير أكثر. يعني هو هذا العائق الأساسي، ممكن نصير نقول بركي نستثني، قد يكون الحل إنه نستثني من هالكيو بي سي هيدي القوانين الروحية مثلا، بالقليل نمشيها على كل القوانين الثانية، عرفت كيف؟ إذا ما قادرين نغير قوانيننا الروحية. بس بالوقت الحالي هلا طالما ما عندنا هيدي بنسميها الدفع بعدم دستورية القانون بالعربي، بنسميه هي الكيو بي سي، الدفع بعدم دستورية القانون، طالما هذا الدفع غير موجود في لبنان لا يطرح هذا المشكل. اوكي مارون، اوكي مارون سمعتني؟ اوكي
ايه مين حدا عم يسأل سؤال؟ سوري مين؟ تريبيونال، ايه اكيد التريبيونال ريليجيو اليوم بيطبقوا القوانين الروحيه، اوكي، وما في اشكاليه، يعني عم بيطبقوها بشكل طبيعي. المجلس الدستوري منه هون لمراقبه القوانين الروحيه، هون بصير في دور لمحكمه التمييز. في ماده بقانون اصول المحكمات المدنيه اللي بيسمح لمحكمه التمييز انه هي تراقب المحاكم الروحيه وقت بيصير في مخالفه لبعض النصوص لبعض الامور، اوكي؟ ولكن المجلس الدستوري ما له عليها، هون وين بيتدخل المجلس الدستوري؟ وقت اللي بيصير فيه لنقول اقرار لقانون معين اقرته سلطه روحيه معينه، مثل مثلا الدروز، تنظيم الطائفه الدرزيه، صار في قانون يعني مراجعه كثير مهمه بهذا الموضوع، صار في طعن حول هذا الموضوع وصدر قرار عن المجلس الدستوري وقتها بتنظيم هذا الامر. وقتها اذا ماني غلطان بفتكر كان يتعلق الامر ب تعيين او انتخاب شيخ العقل انذاك، وهون المجلس الدستوري اعطى كلمته اذا ماني غلطان. اوكي، دونك هاي هي الفكره. اوكي،